كالعادة كل نهار سبت بيكون لنا وقفة مع المتنبي الجوي حسان الجوردي لنعرف كيف حيكون طقسنا خلال هذا الأسبوع. ومثل ما كنا عم نقول بمقدمة صباحنا خير الغير لليوم، أنه مبارح شهدت دمشق عاصفة جدا قوية، وللأسف كان في أضرار مادية وخسارة بالأرواح. رح نروح لعند المتنبي الجوي لنعرف أيضا تفاصيل أكثر. سعد صباحك أستاذ حسان. صباح الخير، يسعد صباحك. يا هلا، اهلا وسهلا بحضرتك. يا ريت تخبرنا كيف حيكون طقسنا خلال الاسبوع، خلال ايام هذا الاسبوع، وهل حنشهد مره ثانيه عاصفه خلال اسبوعنا؟ تكرم عينيك من جديد، صباح الخير اليك ولك الاخرين. هلا بشكل عام خلينا نحكي عن حاله الطقس خلال اليوم، بعدين بنحكي شوي عن الاحوال الجويه خلال هيدا الاسبوع والحالات اللي بدنا نشهدها، خصوصا في كثير حكي على مواقع التواصل الاجتماعي بحالات عدم استقرار عنيفة وشديدة بدها تأثر على المنطقة. نحكي شوي عن هيدي الحالات وتفاصيل أكثر عن الحالة اللي بدنا نعيشها خلال هيدا الأسبوع. هلا بشكل عام البلاد اليوم عم تتأثر بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي من الجنوب عم يترافق بتيارات جنوبية غربية بطبقات الجو العليا. درجات الحرارة عم تميل للانخفاض بشكل تدريجي وطفيف بأغلب المناطق، عم تكون أعلى من المعدل بالظلام بنحو 4 إلى 6 درجات مئوية باستثناء المناطق الشرقية والجزيرة والبادية السورية، تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها من 8 إلى 10 درجات مئوية. الأجواء الربيعية حارة نسبيا بشكل عام بأغلب المناطق، بينما تبقى الأجواء ربيعية حارة بالمناطق الشرقية والجزيرة والبادية السورية، والأجواء بين الغائمة جزئيا إلى غائمة أحيانا، مع فرصة إن شاء الله لهطل زخات من المطر. الزخات تكون بشكل رعدية وعشوائية الحدوث، تتصف بالغزارة مصحوبة بالبرد أحيانا خاصة بالمنطقة الجنوبية والوسطى والشمالية والجبلية. الأجواء السديمية المغبرة بأغلب المناطق الداخلية وبشكل خاص في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية والجزيرة والبادية السورية، مع تشكل ضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر بالمنطقة الجنوبية بالمنطقة الساحلية. الرياح عم تكون غربية إلى شمالية غربية على المناطق الغربية وشرقية إلى جنوبية شرقية في باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة، مع هبات نشطة بتتجاوز 50 كم/ساعة ببعض الأحيان بشكل خاص في المنطقة الجنوبية بالشرقية بالجنوب الشرقي. تسير الغبار في المناطق الداخلية والبحر خفيف ارتفاع الموج. هلا هيدا بشكل عام الحالة الجوية لليوم، ولكن نحن تأثرنا من اليومين الماضيين، كنا عم نتأثر بموجة حارة بنهاية شهر نيسان أدت إلى ارتفاع تدريجي وسجلت إلى درجات حرارة قياسية بالنسبة لشهر نيسان تحديدا بالمنطقة الساحلية. سجلت درجة الحرارة 38 إلى 39 درجة إن كان باللاذقية أو بطرطوس، درجات حرارة قياسية تعتبر هي خلال شهر نيسان، علما أنه معدل درجات الحرارة بشهر نيسان بالساحل يتراوح بين 23 إلى 25 درجة، يعني في فروقات ما بين الحرارة اللي تسجلت ومعدل الحرارة تقريبا من 16 درجة 14 ل 16 درجة مئوية بالمنطقة الساحلية. هلأ بشكل عام الموجة الحارة اللي تأثرنا فيها بلشت تنحسر عن المنطقة تحديدا للمناطق الساحلية من ليلة مبارح، واليوم بأغلب المناطق باستثناء المناطق الشرقية والجزيرة والبادية السورية بتضل مستمرة الموجة الحارة والأجواء الحارة بهذه المناطق حتى منتصف هذا الأسبوع، وحرارات راح تكون أعلى من المعدل من 8 إلى 10 درجات مئوية بالمناطق الشرقية والجزيرة والبادية السورية، بينما باقي المناطق الشمالية الجنوبية الوسطى الساحلية الأجزاء الغربية من البلاد الحرارات راح تكون فيها أعلى من المعدل من 3 إلى 5 درجات مئوية حتى منتصف الأسبوع. هلأ الحالة اللي عم ينحكى عنها على مواقع التواصل الاجتماعي، نحن في فرصة لحدوث هطولات بطارية بتبلش من اليوم، مثل ما ذكرت فرصة الحدوث رح تكون اليوم ولكن بنسب متفاوتة وعلى شكل زخات عشوائية من المطر بتكون مترافقة بالعواصف الرعدية وحبات البرد، تحديدا اليوم رح تكون بالجنوب وبالوسطى والشمال والمناطق الجبلية. الرياح اللي عم نشهدها هي هبات لليوم رح تكون 50 ولبكرة 50، تشتد سرعة الرياح النهار الاثنين، والهبات ممكن تصل لل 65 كم/ساعة تحديدا بالمناطق الوسطى بالجنوبية. هلأ المديرية العامة للأرصاد الجوية ليلة مبارح من خلال تحذير نشرته على موقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بخصوص هيدي الحالة اللي بدنا نشهدها ونعيشها، وضحت درجات الحرارة القياسية اللي تسجلت بالساحل خلال الموجة الحارة اللي تعرضناها اعتبارا من منتصف هيدا الأسبوع يوم الاثنين تحديدا. في انخفاض واضح رح يكون بجميع المناطق السورية دون استثناء،
هيدا الانخفاض رح يتزامن مع وصول كتلة هوائية باردة نسبيا من وسط وجنوب القارة الأوروبية باتجاه شرق المتوسط نتيجة التقاء الهواء البارد مع الهواء الحار الموجود أصلا بالمنطقة. هيدا بيؤدي إلى انخفاض قيم الضغط الجوي السطحي بشكل سريع، ونكون نحن على موعد مع حالة عدم استقرار تتصف بالشديدة، تترافق بهطولات مطرية غزيرة مترافقة بزخات من البرد ببعض المناطق. بشكل مبدئي التحذيرات عن هيدي الحالة راح تكون خلال المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية، وتحديدا خلال ساعات بعد ظهر يوم الاثنين، عبارة على شكل زخات غزيرة من المطر مترافقة بالعواصف الرعدية وحبات البرد. بيستمر تحذير الهطولات المطرية الغزيرة حتى يومي الثلاثاء والأربعاء ليشمل معظم المناطق بإذن الله تعالى. الحالة اللي بدنا نشهدها خلال هيدا الأسبوع اللي بدها تكون معنا من نهار الاثنين وتستمر معنا حتى نهاية هيدا الأسبوع بدها متابعة بشكل مستمر، وإن شاء الله خلال نشرات متتالية للمديرية العامة للأرصاد الجوية ومن خلال فريق عمل المركز التنبؤ المركزي بالمديرية العامة للأرصاد الجوية ومتابعة هذه الحالة سوف يكون هناك نشرات وبوستات تنشر عبر موقع المديرية العامة للأرصاد الجوية صفحة المديرية بشكل متواصل ومستمر لتكون هناك التحذيرات أكثر دقة، كميات الهطول، مناطق حدوث الهطولات الغزيرة بإذن الله تعالى. هلأ بشكل عام الحالة ما فينا نحن أنه مزياها الحدوثة هي موجودة وتبلش من نهار الاثنين. التحذير مثل ما ذكرنا بالجنوب والجنوب الشرقي مستمر الاثنين والثلاثاء، هن رح يكونوا ذروة هيدي الحالة بالنسبة للهطولات المطرية على شكل الزخات من البراد مترافقة بالعواصف الرعدية. والنشاط بسرعة الرياح رح يكون تجاوز الهبات 65 كيلومتر بالساعة، ورح نلاحظ الفرق بدرجات الحرارة من نهار الاثنين. هلأ التحذيرات المبدئية اللي بدنا نحكي عنها، أهم شيء خلال تحديدا بالمنطقة الشرقية بالبادية بالجزيرة عدم التعرض لأشعة الشمس خلال وقت الذروة تحديدا من الساعة يعني 11 الصبح للساعة 4 بعد الظهر، تدني مستوى الرؤية الأفقية بفعل الأتربة المسارة، الأجواء السدينية المغبرة الناتجة عن النشاط بسرعة الرياح بالساحل بالأجزاء من المناطق الجنوبية، الضباب اللي عم يصير بالليل وخلال ساعات الصباح الباكر نتيجة الارتفاع بنسبة الرطوبة السطحية، هيدا عامل أساسي لتشكل هيك نوع من الضباب، من غزارة الهطل المطري نتيجة الحالة اللي بدنا نعيشها ونشهدها واللي بيؤدي إلى تشكل السيول بالمنحدرات والوديان والنشاط بسرعة الرياح. إن شاء الله تمرق هيدي الحالة على خير، نتمنى السلامة والأمانة بإذن الله تعالى وبنشرة إن شاء الله. أستاذ حسان الجردي بالسلامة للجميع، وشكرا لكل المعلومات اللي ذكرتها، ومثل ما سمعنا من المتنبي الجوي حيستمر هذا المنخفض لنهاية الأسبوع، حيبلش نهار تنين لنهاية الأسبوع، حيكون يشمل جميع المحافظات السورية، حنشهد عواصف رعدية وحبات برد يعني، ولكن أكيد حتكون هالأجواء ربيعية ومايلة أيضا لارتفاع درجات الحرارة.